السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد ومهارة جديدة نتعلمها مع بعض، وقناتكم صن ستايل فاشن والمهندس احمد شمس الدين يحييكم اخواتي واخواتي ابنائي وبناتي. كل اللي احنا بنطلبه من حضراتكم الدعم، الاعجاب بالفيديو، الاشتراك في القناة لو انت مش مشترك، تدل الناس عليها، تبدأ تنشر الحاجة ديت، والدال على الخير كفاعلي، والدال على الخير كفاعلي. وبنركز على النقطة دي قوي، لان انت ممكن ما تستفيدش من الحاجة، لكن لما تدل غيرك عليها هو ممكن يستفيد بيها. يعني انت لو ما استفدتش بيه فما تبخلش ان انت اصلا تبلغ بيه حد تاني. والله عز وجل اعلى واعلم ان احنا لسنا في حاجة ابدا الى اي منفعة مادية من اللي احنا بنقوله. نخش في الفيديو وقراءة للشكل اللي موجود قدامي اللي كثير من الاخوات طلبوه، ازاي النقاب بيتعمل. ازاي النقاب بيتعمل؟ النقاب ليه اشكال كتيرة وانواع متعددة، وكل واحدة بالفعل اصلا ممكن تستريح لنقاب معين، ولو جالها نقاب تاني لا ما تستريحش فيه، تحس ان هو خانقها، تحس ان هو مضيق عليها على عينيها، تحس ان هو واسع عندها. ازاي احنا نعالج الامور دي كلها؟ لابد ان كل واحدة اصلا استريحت لنقاب تبدأ تحاول ان هي تعمله، تحاول ان هي تعمله. وان كانت اصلا مش هتعرف تعمله بالمرة، فهي توديه النقاب نفسه لحد يعرف يعمله لها لو هو مش متوفر قدامها يعني. طب ليه احنا هنعمل النقاب؟ ما هو النقاب سهل جدا، موجود في السوق. هو موجود في السوق، بس للاسف اللي موجود في السوق هتلاقيه كله اسود، كله بني، كله كحلي، زيتي، تمام. لكن انت دلوقتي او حضرتك دلوقتي عايزه عامله مثلا عامله دريس معين، عامله يونيفورم معين، عامله عبايه معينه ليها طرحه بلون مناسب للعبايه، مناسب للدريس دوت، على سبيل المثال اوف وايت، على سبيل المثال رمادي، على سبيل المثال نبيتي، تمام. مش هلاقي نقاب ليها نفس اللون، فبالتالي انا عايز اعمل الاثنين تركيبه واحده، الطرحه والنقاب. فبالتالي مش هينفع ان انا اشتري النقاب ده ايه جاهز، يبقى لازم اعمله. طب نشتغل بقى النقاب ونشوفه ازاي. النقاب اللي قدامي دوت ماشي من غير بيشة. يعني ايه من غير بيشة؟ البيشة دي اللي بتبقى جزء موجود عندي متثبت في الجزء الفوقاني ده، لما بتلبس النقاب وبتربطه من الجنبين دول بتترمي هي ايه من ورا، فتبقى نازلة على الظهر من ورا، تمام. البيشة دي اما تكون مفرد او اما تكون مزدوجة، تمام. المزدوجة بتدي شكل لكن بتاخد قماش كتير، واللي انا هشتغله لحضراتكم مزدوجة. طب انت جايب النقاب دي لان النقاب هو نفس الشكل ده بالظبط اللي احنا هنشتغله. الجزء دوت اللي هو الحق، اللي هو الجزء الكمر بتاعه اللي هو بيتحط على منطقة القورة بالظبط، واربط من الخلف من الحبلين دول، وممكن استغنى عن الحبلين دول ان انا اطول القمر دوت ماشي واربط من القمر، ودوت على فكرة بيبقى احسن، عشان انا لما اربط من الحبلين دول فدول بيبقوا ايه سايبين معايا، يسيبوا ايه، يبقوا عاملين زيادة تحت الطرحة نفسها، تحت البيشة بتاعت النقاب او تحت الطرحة. يبقى اول حاجة معايا القمر اللي هو بيتربط على منطقة القورة، اللي هو اصلا بيبقى مشدود على منطقة القورة نفسها اعلى العينين ماشي، وبيغطي منطقة الحاجب، تمام، بيغطي منطقة الحاجب. احنا عارفين احنا بنقول ايه، يغطي منطقة الحاجب، يعني الحاجب ما يبقاش مكشوف، تمام. ويبدأ يتربط من الخلف. يبقى القمر دوت اصلا العرض بتاعه، على فكرة العرض لو زاد يبقى وحش، ولو قل هيبقى وحش برضه. لو زاد بيعرض منطقة القورة ماشي، وكتير جدا جدا ما تحبش الشكل ده،
تمام. فهو العرض بتاعه بيبقى كام؟ العرض بتاعه بيتراوح من 5 لـ6 سنتي، ما يزيدش عن كده خالص. يعني العرض ده هو كده من 5 لـ6 سنتي، تمام. زاد عن كده هتبص ليه؟ ان هو هيعرض منطقة القورة، فبالتالي لما تيجي تربطه هيبقى فيه جزء فيه هوا من فوق، تمام. الجزء دوت بقى هو نفسه النقاب اللي بيغطي منطقة الوجه، تمام. عايز اعرف مقاسه، زي ما قلت احنا ما بنخترعش حاجة، اخد المقاس من الاذن للاذن، تمام، واضيف عليه 3 سنتي شمال و3 سنتي يمين، فمن الاذن للاذن هيكون في حدود 35 ل 38 سنتي، ده اعرض وش. فعلى سبيل المثال اللي هو يبقى 38 ازود عليه كام؟ الـ6 سنتي اللي هم الـ3 من هنا والـ3 من هنا، يبقى كام؟ 38 و6 هيبقى ايه؟ 38 و6 هيبقى ايه؟ 44. يبقى عرض النقاب دوت 44، ده النقاب العادي اللي هو بيتلبس، اللي هي ماشيه بيه وراحه بيه شغلها وطالعه بيه مشاورها. في نقابات اصلا بيتقال عليها نقاب سواري، يعني نقاب السواري دوت اصلا بيتلبس ماشي في المحافل، في حفله زفاف، في ده في ده. فالنقاب نفسه بيبقى صغير سواء في العرض او في الطول، هنتعرض له على فكره، تمام. لكن النقاب اللي قدامي دوت العرض بتاعه هشتغله 44، الطول بتاعه دوت ما يقلش عن 50 سنتي معايا. ليه؟ عشان ما يكشفش اي حاجه من الوجه من تحت، ولا يكشف منطقه الرقبه ماشي، ويبقى نازل على منطقه الجيب، والقصد بمنطقه الجيب اللي هي منطقه الصدر، فتحه السبعه او فتحه الديكولتي اللي احنا بنسميها، سواء دوران سواء سبعه، فيبقى النقاب نازل مغطيها، تمام. لان انا طالما لبسته يبقى لازم البسه صح، يعني طالما لبست نقاب البسه صح بقى ماشي، عشان ما يبقاش فيه نوع من الافتراء على دين الله عز وجل، تبدا ناس تقول لك ادي شوف واحده لابسه نقاب ونص عينيها باين وكل عينيها باينه وحاجبها باين، تمام، ها، وجنب الوش يبقى مكشوف. لا، النقاب طالما هلبسه يبقى البسه صح، تمام. كده انا شرحت النقاب، باجي اثبت من هنا البيشه بتاعتي. البيشه دي اما ان انا لو هي خفيفه زي التل تنزل قدام فتغطي منطقه العين، او ان هي تترمي ورا. هو كده كده النقاب بيبقى شفون. طب انا دلوقتي اللي انا هعمله دلوقتي، هعمل طرحه ونقاب من نفسه، وهنبدا نشوف المقاسات. انا الطرحه معايا هعملها عرض، هي يعني مثلا صاحبتها ما بتحبهاش عريضه قوي، لكن الطول بتاع الطرحه واحد، ما يقلش ابدا عن مترين. ليه؟ لان لو قل عن مترين مش هتعرف تلفها مظبوط. لو قل الطرحه عن مترين مش هتعرف تلفها مظبوط. طيب يبقى انا الطرحه معايا هتبقى مترين، العرض بتاعي اقل حاجه 75 سنتي، اقل حاجه للطرحه هيبقى 75 سنتي، يبقى الطرحه مترين في 75. وفي ناس بتحب الطرحه عريضه هتبقى مترين وربع في 110، في 110. من العرض اللي باقي من القماش، لان القماش اللي انا شغال عليه عرض 150، هطلع منه النقاب. يبقى انا دلوقتي انا كفيل ان انا 2.5 متر يكفوا معايا طرحه ونقاب. لكن عشان اطلعه مستريح واطلع له بيشه، بس انا النقاب اللي قدامي ده من غير بيشه، البيشه اللي هي زي ما قلت لحضراتكم اعتبروها متثبته في الجزء ده كده ماشي وكامله ماشي. ايه تاني؟ يبقى انا هطلع الطرحه 2 متر ماشي في 75، او 2.25 متر في كام؟ في 110، او 2 متر برضو في 110. الاحظ ان الفتحه دي واسعه قوي، الفتحه دي واسعه قوي. طب هي ليها حدود؟ ليها حدود ماشي، من 18 ل 20 اكبر حاجه. انصص كده بالظبط ماشي، واروح واخد 10 شمال و10 يمين، يبقى هي دي فتحه النقاب ماشي. وممكن النقاب بيتحط له ايه؟ بيتحط له عقله في النص هنا اهو كده، يبقى ايه؟ بيقسم النقاب نفسه لمنطقه العين ديت، بتبقى في ايه؟ في النص بالظبط ما بين العينين، ما بين العينين بالظبط، وفوق الانف، تمام، اللي هي ايه؟ الشداد اللي بيبقى في النص هنا بالظبط، او بنسميها العقله دي كده. كده انا انتهيت من شرح النقاب، ونبدا ننتقل مع بعض على
البنك عشان نشوف هنشتغله ازاي ان شاء الله. يبقى انا حددت دلوقتي الطرحة هشتغلها ازاي ومقاسها قد ايه، النقاب مقاساته قد ايه، الحتة ديت انا نسيت المقاس ده كده. المقاس دوت زي ما قلت لحضراتكم ان هو هياخد، هيبقى معايا المقاس دوت في حدود كام هنا هوت، اذا كان دوت معايا كام 44 ماشي. لو انا هشتغله بنفس النظام اللي هو رباط نازل من القمر 44 دوت ماشي، هسيب هنا هوت 8 سم شمال و 8 سم يمين، يبقى انا معايا ايه 16 سم زائد ال 44 اللي موجودين ايه معايا هنا، يعني الحته دي 60 سم. والرباط دوت مش اقل من ايه من 25، الرباط ده مش اقل من 25 تمام. او ان انا بقى ايه اشتغله قمر كامل، يبقى انا عندي ال 60 ديت و 50، يبقى انا معايا 110 ومية تكفي معايا برضو ان انا اربطه على الرأس ويبقى محكوم لو هشتغلوا ايه قمر كامل كله بنفس العرض الايه الخمسة سنتي او الستة سنتي اللي احنا حددناه كده. بفضل الله عز وجل انا انتهيت من شرح النقاب وازاي ان احنا هنشتغله، ونبدأ نخش على البنك ونشوف الكلام دوت.